عليكم يا بدايه مستلمينها ها اجل في سالفه طيبه عند ابو معدي وقد قصها لي وذكرتها انا في ربيع القوافي مع ابو سندس عبد العزيز القراشي فقصه تجار لهم ولكن حبيبنا الشيخ علي بن معدي بن باروك العتيبي ساقها ولكن باللهجة السورية اللي يعني كثير منيحة يعني فأنا بنسمعها منك أبو علي يا أبو معدي هم سوري هذا أو لبناني اللهجة اللبنانية عفوا جارنا جارنا قبل 20 سنة ما شاء الله وكنا في فتوة الشباب ذيك الأيام وما شاء الله أبو عبد الله كان من المغذين يعني الأشرطة والشيخ عايض القرني وسعيد بن مسفر فكنا يعني في حالة استنفاز فقلت أنا ولد عم لي يا أخوي جارنا اللبناني ذا ما يصلي وش الحيلة معه قال والله رأيك قلت رأيي أن نخش في عينه نعزمه هذا المهم أني كل ما حاولت بخش معه ما يعطيني وجهه ايوه يصرفني السلام عليكم قال اهلين وسهلين ومش على طول يوم من الايام صار على واحد من عياله مشكله فجاه ان الباب يطق فتحت الباب السلام عليكم وعليكم السلام قال مساء الخير هذا راعي طويلة قلت مساء النور قال بنو أفعى بيب قلت لا تفضل دخل يوم جلس دخل يوم جلس قال والله يا جماعة ما بعرفش من فين أبدأ الحقيقة ابني وليد انسجن كفيله عمل له شيك أما وقعوا على 80,000 والله منه صحيح هيدا الكلام طيب أول شيء أنت ليش ما تصلي جاب الله لك أبو معلي جاب الله أول ما به أنت الحين حاول نخش معك ما تعطينا وجه جابك الله على راسك هو معطيكم الخامس مرة ما يحتاج لو في السادس الظاهر لا حبيبي المهم ويجي قلت أول ما به ليش ما تصلي؟ قال ما عم أقدر من ظهري عامل الدز ما عم أقدر منا حلوة العالم عم تصلي وأنا قاعد منا حلوة شوي قلت طيب أنت معذور وعيالك ليش ما يصلون؟ قال ما بديين اختلطوا بولاد الحارة منن مناح مجرمين المهم قال وش عندك قلنا قال والله من يعني وليد ابني وليد يا حرام وقعوا كفيله على 80,000 والله منه مزبوط هيدا الكلام منه صحيح كذب بكذب المهم ان الله قدر ومش انا معه في الموضوع واجره الله انت جزاك الله خير فسبحان الله بعد كذا قابلني فالرجل يعني اراد ان يعبر بالشكر وبالهذا ما استطاع نعم والله وقفني الربع على طريق عام ما ادري كيف انتبهني سبحان الله لحقني وقفني قلت وش ذا اللي ابو معد وين حشرني وقفني ايوه الى الان ما ادري من الشخص هذا فجاه يوم فتح الباب وجاني يركض اهلا ابو صلاح اهلين ابو صلاح وين العالم وين الناس لك وينكم انا خشيت مع الجو ايوه اعطيته اللهجه اللبنانيه على طول ما شاء الله عليك قال يا اهلين وسهلين حبيب قلبي المطاوع وينكم وين العالم وين الناس قلت والله الدنيا خدتنا في عجقتها شوي شوي واطلع انا هذا اليوم جيت بمشي هذا ومسكني واخطفني قال والله ما تروح
إلا تسلم على أمك أم صلاة. أنا الآن مطوع ولا أقبل بالكلام هذا ولا يصلح الكلام هذا، إلا يجرني وأم تعافي ما شاء الله عليه ويجرني إلا تسلم على أمك. قلت سلم لي عليها. قال والله مثل أمك ما بيصير هيك حكي. أنا المهم جرني لين وقفني على الباب قلت كيفك ماما؟ سألت ابنها قالت ابني الله يرضى علي الله يرضى علي الله يفتح حفش. طبعا يعني حقيقة يعني شوف يعني كلام حلو قالت هذا الشاهد الشاهد صدق ابو عبد الله كان ذيك الايام مع بداية الدش ايه وفيه واحد من ربوعنا اللي معنا ما خلا من يعني مازح وهذا قال يا ابو صلاح نبيك تمد لنا سلك. قال ايه ممنونكم كثير بمد لكم. قالنا احنا ما عندنا تلفزيون مو بعد. قلنا والله ما باقي الا هي تمد سلك بعد. قال والله شوف يا جماعه والله انتم يا المتطوعين كثير مهضومين لكن الزمن هيدا منه زمنكم. العالم حجر لكم بزاوية صغيرة ما فيكم تطلعوا منها. ضيقك ولا قال اقول يقول واحد من الربع جاي قال اقول والله ان الزمن ان شاء الله زمننا وانت حجوا يا ديك.